شتي اللي ما كي يامنش باللي راه كاينه شي حاجه سميتها الشيطان في رمضان، والله العظيم يتهم في عقله. انا اقول لك علاش. شباب كتخرجوا تصليوا التراويح في المساجد هناك، خصوصا الذكور كتخرجوا تصليوا التراويح في المسجد، وقبل من رمضان كنتو كتخرجوا تصليوا العشاء مثلا. تقدر تشرح ليا كيفاش تيطرا ان اليوم 28 شعبان تتمشي تصلي العشاء تتلقى شي بركه؟ شي بركه، ديك البركه الاعتياديه اللي كتوجد صفوف ثلاثه صفوف على حسب الجامع وعلى حسب الحي. 29 شعبان كتكون جالس في داركم ما بين المغرب والعشاء، كيقول لك راه غدا رمضان، كتمشي كتلقى واحد البورسونتاج شويه تزاد ملي كيكون النهار الاول رمضان. صمتي، فطرتي مع المغرب، صليتي المغرب، عالجتي، خرجتي للجامع، كتلقى راسك بلا ما تحس خرجتي للجامع بكري، في حين ان امالف كتبقى تكشط بصندالتك حتى كتسمع اقامه الصلاه. كتلقى راسك النهار الاول خرجتي للجامع بكري، وكتلقى دوك ثلاثه الصفوف اليتامى اللي كانوا في الاول ولاو 6 ولا 8 ولا 10. نهار جوج رمضان، يعني الليله ديال ليله 3 رمضان، ليله الثالث من رمضان، الجامع الا مشيتي في نفس التوقيت تصلي برا. سؤال، شكون اللي دوى مع هذوك تجاو؟ انا ما دويتش معاهم. ياك عانى لي نهار وما طالنا نهلل ونغوت، انا ما دويتش معاهم، واخا كاع كون دويت معاهم، علاش ما جاوش بديك الكثافه نهار 28 شعبان؟ علاش ما جاوش نهار 28 رجب؟ ياك العام كله حنا ندويو، وعلاش ما جاوش؟ علاش جاو في هذاك فاش دخل رمضان؟ فما يجيش شي واحد يقول لك لا راه ما كايناش قوى غيبيه كانت تجتهد على الناس لكي تمسكهم الى الاسفل وتخلدهم الى الارض. كيجي رمضان تيتحبسوا هذيك القوى الغيبيه ديال الشر، كيلقى الانسان راسو راه ما يمكنش بالعقل والله ما تفسرها. غتقول لي لا راه كاين واحد الماتخاكاج ميدياتيك، ديك القفوزيه ديال والو، ودابا كاين الماتخاكاج ميدياتيك على الكمامه، باقي شي واحد يدير الكمامه؟ كتفرجوا في الماتشات قولوا ما بلا ما تقولي لعبة ديال لا وراه انت استاذ اللي بسخوط، وحنا راه ملائكه وعندنا بريباراسيون. كتفرجوا في الماتشات وكتفرجوا فيهم في القنوات الرسميه، مثلا القناه الاولى ولا الرياضيه، كتنقلوا الماتشات مزيان، الفوق حدا اللوغو اش مكتوب لتحت؟ ما نوقفوش. واخا ما نوقفوش الحمايه، واش عرفتي لاريير بلون ديال ديك ما نوقفوش الحمايه؟ كيبان لك الجمهور شي فوق شي، ما نوقفوش الحمايه ديال اشنو؟ ها هو المطراكاج ميدياتيك عندك يوميا، كل شهر كيقول لك حقا كيخرجوها بحال ديك الكسرونه اللي كتبقى في الثلاجه وكتجبدها كتسخنها باش تاكل منها شي شويه. ها شهر غيسالي تجديد حاله الطوارئ الصحيه، باقي متبعين، راه باقي حقا، راه باقي راه ما خرجاش من حاله الطوارئ الصحيه، راه باقي كتجدد ليطا ديرجون سانيتير، باقي راه يلاه عاوتاني كيجددوا فيه. راه ماشي نساو البونكارت في الطوبيسات وفي التراموي، راه ما نساوش في البروغرام، راه ماشي الدري صاب لهم البروغرام ديال هذيك لا بوند الكترونيك، راه ماشي نسى ارتداء الكمامه اجباري، راه ما نساهاش، راه ارتداء الكمامه راه باقي اجباري. يعني ملي كطلع للتراموي الا طلعوا عندك الحباب وقال لك الكمامه ديالك، قلتي لي هي في جيبي، غايقول لك ديرها الشريف، خصك ديرها. ولا قال لك الكمامه ديالك سليم، قلتي ليه لا راه ما عنديش، غتخلص 300 درهم دابا تقول لي ايوا علاش مكتوبه؟ ملي كتمشيو مثلا، كنت ما نقول لكم ملي كتمشيو للبنك ان شاء الله، ملي تبداو تمشيو للبنك بون، نتمنى انه في اقرب فرصه ملي تبداو تمشيو ان شاء الله تعالى للبنك ما يبقاش هذا العجب هذا. مي دابا غتمشي غتلقى ارتداء الكمامه، شوف البلاصه اللي باقى معلقه فيها ارتداء الكمامه اجباري، عرفها راه فعلا قانونيا راه باقي اجباري. اي بورتون ها هو الماتراكاج ميدياتيك باقي، ومع ذلك عباد الله شكون باقي كيدير شي كمام؟ الا اللي هو كتحس به شي شويه مريض او لا كيمشي يدوز التاست كيقول لك راه ما نقدرش نحبس، لكن حمايه للناس راه غندير الكمامه. راه كيبان لكم مره شي واحد دير ديك لابافي دايرها على فمه، ما كيدير تيتر بيرسونيل. اما الماتراكاج ميدياتيك على لا ماس، شكون اللي باقي مازال كيتصنت لهذا الشيء؟ اين يا اوكا ماتراكاج ميدياتيك على رمضان الا المسلسل الرمضاني انتظرونا قريبا، الفيلم الرمضاني ينتظرنا قريبا، السهرة الرمضانية ينتظرنا قريبا، الفندق الفلاني يحيي الليالي الرمضانية مع الراقصة فلانة والمغني فلان، ذلك كل ليلة. مرحبا بكم فطور رمضان،
سميتها سواغي افتر فطور ولا واحد لو كونسيبت جديد سواغي افتر فطور. ها هو عندك المدركاج ميدياتيك، ها المدركاج ميدياتيك فين كاين. اي بورطون عباد الله اش تتلقى؟ تتلقى الناس مع ذلك تتلقى الناس جات وعمرات الجامع وتتصلي معاك التراويح. سي فري بنادم كاين اللي كيصلي عشاء كيخرج، كاين اللي كيصلي جركعات كيمشي، لكن الاغلبيه تيبقى شاد معاك الصف حتى الاخر. شيخنا سيد عمر القزابري نسال الله عز وجل يحفظه ويبارك فيه، وهذاك السيد له في قلبي مكان خاص، الله يحفظه ويرضي عليه، الله يجزيه بخير. ملي تياخذ هذاك السيد ملي كيدخل المحراب القران هكذا نحسبه ولا نزكي على الله احدا، هذاك ملي تيدخل المحراب راه ماشي تيبغي يطول، راه تيترفع. اللي كيبدا يقرا كلام سيد ربي تيتهز، واللي كرم الله وجالس داك السيد كي غادي يفهم علاش نهضر انا. ومع ذلك كيبقى مسجد الحسن الثاني لا المسجد الداخل لا الساحه البرانيه لا الباحه لا الشوانط تيبقاو مضروبين بلان، تكيسالي الصلاه ديالو. شنو هو اللي خلى هاد الناس تجيش بهذا الشكل هذا؟ لولا ان هناك بعدا غيبيا اللي هو البعد ديال شر الشياطين ديال الجن لله عز وجل يمنعهم عن الناس. علاش قلت لكم الذي لا يؤمن بوجود الشيطان في شهر رمضان هذا يتهم في عقله. الديمونستراسيون هذه ديمونستراسيون لوجيك. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.